طبعا يا أخواننا المنبر منبر التوحيد والسنة وكل منابرنا وبفضل من الله سبحانه وتعالى أولا وآخرة هي منابر بتقول الحق والحق حار, بتقول الحق والحق حار, كما قال الله عز وجل لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. ونحن بالحمد لله كلامنا في أي مكان واحد, وبنقول للناس الحق اللي بنجيها قدام ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة, ما بنقعد نطبل للناس ولا دارين من الناس بعد ذاك انتخابات ولا غيره من الأمور. ولذلك الآن غالب من تناولهم هذا المنبر أو تناولهم النقد السلفي خوى فكرهم وهوت عروشهم وصاروا إلى العويل وإلى الكوارك. كل التنظيمات دي الآن كان بتكورك هنا الجامعة دي قبال ما انتو تجي هنا كان فيها شفاتة كتار, تلقى هنا في شيوعين, تلقى في بنات بيتكلمن, تلقى واحدة بيت تقول لك وحات أنا البحر الكبير ينعبروني وأنا الشوك الكتر انجرجروني وأنا الجن اللي بيخلي الكوزينوني. دي البنات كانن قعدات هنا, تلقى في واحدين ناس حكاية القردة شالت نبقة وخلت نبقة وجدعت نبقة وكلام فارغ كثير جدا كان بتلقاه هنا. دي الفاتو فهمت, تلقى ناصريان كانوا قاعدين هنا وبعسيين جماعة العاملين فوق عرب عرب نحن عرب وما عرب, ويوم واحد يوم واحد ما لقينا واحد كده عنده قطرة ولا المهم يعني كلام فارغ ساكت. البلد دي كان مليانة ضلال, كان في ولادات ولادات الترابي زي ما قال عباد اليتامى ديل فهمت, زي ما قال كما قال لهم الشاعر العاطل وذاك قال منهم قال لهم شلت شنو كده ما عارف وحرمان اليتامى, مش واحد بيقول كده انا مره سمعت المين في حافل لقطناه كده وجات مناسبته. ديل بيقوا عطالة ما عندهم موضوع, شيخهم راسه منقطع موضوع انتهى خلاص, بقى جبهجي انا جاي مر بغادي قال خشينا بالبوابه دي ومرقنا البوابه دي, انت زول ولا دبيب انت, انت موضوعك كله ما عندك منهج انت توريه للناس, وسكينا ديلك هناك واحده وقعت منها مسطره وجينا ناطين فيها وكرينا ثلاثه سيخات. يا زول ده منهج, ده منهج. والصوفيه برضه قاعدين بجاي والحمد لله انتهوا قبل ما يقوموا انقطعت شوكتهم بحمد لله, فالشغل ده بفضل الله ماشي. والان الجماعه بيقول كوركو برا انت قايل الاحزاب هنا الولادات الصغار هنا بس المغشوشين اللي هنا ديل بس, الجماعه الكبار العين الصوفيه الصغار ديل مين, محمد المنتصر الازيري وحامد بابكر ومحمد الياغوت ومين ومين, بيقول كوركو بيقول كوركو ومشوا يشتكوا كما قال ابن القيم فعل حيله النسواني, قال ودع الشكاوى حيله النسواني, بيقول يمشوا يتبكوا ويمشوا يتشكوا فهمت. الا الاسبوع الفات اخونا مزمل جزاه الله خير مشى سكى له صوفي مشهور جدا اسمه حامد بابكر, ده كان بيعمل لك فوق الود هو بلعام ابن باعوراه وانه فاهم وكده, الحمد لله يلموا فيه في غريتهم ثلاثه وانتهوا منه ونجموا, وتلقى المناظره قاعده في اليوتيوب. قبله واحد فكي اسمه حميده في سوق سته هناك فكي بتاع حمامات يخدم شده ماء وشه ثقيل ودمه بارد, ده بيسال الناس في رمضان يقول لهم امرقوا لي حق الابره, ده الصوفية كويس. لما بقينا نكشف الحقائق دي للناس وللمجتمع الآن مشوا يتشكوا وبقت الجرائد الصوفية والمعام ماشيين يأيدوهم ويقول لك الشباب ديل ما خلوا زول والشباب ديل بيتكلموا فينا وديل ما سلموا منهم خليك من الأحياء حتى الأموات والناس ديل ما عملوا. طيب مشكلتك معانا في شنو؟ ولك الناس ذي اسلوبهم حار, والله لو مشكلتك معايا الاسلوب كان انت نشرت المواد بتاعتي ما انا كان بنشرها, لكن مشكلتك معي ما في الاسلوب, مشكلتك معي في المنهج. انا بقول للناس ده غلطان والله قال كده والرسول قال كده, ما تمشي تشكى. انتوا ما قلتوا الاسلام دخل الصوفيه في السودان, انت زول دخلت الاسلام في السودان ما قادر تناظر لك مجموعه من الشباب اشتغلوا في السوق واشتغلوا في الجامعه بما ربنا يسر لهم ما قادر تناظرهم, عندكم مجلس اعلى, عندكم مؤسسات مدعومه, ما اعرف ليك التجمع الصوفي بالسودان جمعيه الامام مالك الاشعريه, ما اعرف ليك المجلس القومي للذكر والذاكرين,
ما أعرف ليك المجلس الأعلى للتصوف وينقسم منه المجمع العام للصوفية وغيره من المؤسسات الصوفية المدعومة من أمريكا من أوباما زي ما مشيتوا قبل رمضان الفات. ما قادرين تناقشونا؟ فهمت؟ تقعد تشكى والله الشباب ديل واسلوبهم ما كده وقال لي يا كعب وهذا قال الشيخ بيتكلم مع الطير دي قلت أنا ولا قال الشيخ يقول لك قال نبستونا نبستك في شنو؟ أنت ما تعمل معي مناظرة أنا ما مشكلة قبلان أفتح فيني بلاغ لكن نجي نتحاور ونتناظر قدام القاضي فهمت؟ أنا بجي بطلع الكتب بتاعتك دي الكلها وسخ وعفن ودي العقائد بتاعت الصوفية ما نبستك كلها عفن وسخ مش أفتح بلاغ فهمت؟ كلها وسخ وعفن كلها عقائد توديك جهنم والله هذه العقائد الموجودة عند الطرق الصوفية لم يقل بها إبليس ولا أبو جهل ولا أبو لهب ولا عقبة ابن أبي معيط ولا فرعون فيما نقل القرآن ما بتلقى عقائد زي دي أنا أديك عقائد موجودة ودي الكتب بتاعتهم والكتب دي مطبوعة هنا في السودان هذا ليه الكتاب بتاع البرع ده خدت لك صورته ورا مطبوع في دار اسمها الأصباط ورقم التلفون هذا اللي قاعد 123-2-152 ده كتاب الختمية كتاب الختمية بتلقاه هنا في المركز العام بتاع الختمية مسجد علي المرغل وموجود صندوق بريد 324 أم درمان السودان الطبعة الأخيرة سنة 99 فهمت؟ ده بتاع الشعبيين ده خليه جايينه بعد شوية لليتامى ديل ده برضو بتاع أبوهم الشيخ ده بتاع أبوك الشيخ البرعي هذيله ديوان ليك سلام مني مطبوع برضو هنا في دار الأصباط في السودان هنا نحن جبنا كتبك ورينا الكلام الحاصل فيها لأنك انت طبعت الكتب وقلت يا ناس الكتب دي بتدخلكم الجنة وبعد ما كتبتها ونشرتها دخلتها في مناهج التدريس وبعد ما دخلتها في مناهج التدريس دخلتها للناس في البيوت عبر الإذاعات وعبر التلفاز جايب لك يا جعفر الصافي الولد اللي بيعمل الروج ده ما بتعرفه خليه يمشي يفتح بلاغ فهمت ويجيبوا لك في الباصات السفرية يقعد يغني واك واك بيغني في شنو ما قاعد يغني في الهوس والكفر ده والضلال ده امشي افتح بلاغ لكن تعال ناظرني انا ما عندي مشكلة وافتح بلاغ يعني حتى اعمل شنو ما في النهاية في النهاية حتعمل شنو يعني حتكتم الحق يعني ما حتقدر تكتم الحق فهمت وواحدين تانيين جايطين قفلوا ما قفلوا وتاني ما تتكلموا في السوق ما بنتكلم نحن الحاكم قال لنا ما تتكلموا ما بنتكلم النبي صلى الله عليه وسلم قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة أمرنا بمعصية ما بنسمع وما بنطيع لكن ما بنخرج قال لنا ما تشتغلوا في السوق ما بنشتغل فهمت المنابر ما بتقف هذه لا شغالين وما بنخليك وهذا إن دل على شيء يدل على أن الصوفية في السودان حجتهم انقطعت من تحت الكذب الكفر والباطل اللي بتلقاه هنا هذا الكتاب لك سلام منه اديك مثلا صفحة 21 عشان تعرف الكفر بتاع الصوفية ده كفر البرعي فهمت الازيرك فتح بلاغ في اخونا الشيخ مزمل قال هو اسألك كيف قال انه انا قاعد ادعو الناس لعبادة العباد انت قاعد تدعو الناس لعبادة العباد وعبادة القبور وعبادة الطين وعبادة الطوب وعبادة المونة كمان فهمت؟ مع القبة دي مكونة من شنو؟ طيب هنا أديك صفحة 21 أديك من إلحاد وكفر وزندقة عبد الرحيم وقعل البرعي هل يفتح بلاغ ولده بلاغ وحبوبته بلاغ ذاته انت بتلعب ولا شنو؟ هنا صفحة 21 قال أرني وجهك مدح اسمه أرني وجهك قال روضة قبرك بيتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال روضة قبرك أفضل من عرش الله وأبرك رأيكم شنو في الكلام ده؟ رأيكم شنو؟ ده إسلام؟ في مسلم بيقول كلام زي ده؟ في مسلم بيقول كلام زي ده؟ ده تجي تقول لي مسلم يعني؟ ده عمل له شنو؟ أخدته في ياتو خانة ده أخدته وين يعني؟ تو بتلعب ولا شنو؟ فهمت؟ ده البرعي لسه أديك كلام تاني بيمدح في شيخ أحمد الطيب البشير تقول لي ما نشر الشرك والله مش فتحت بلاغ كان فتحت راسي كفر وإلحاد تو بتلعب ولا شنو؟ طيب أديك كلام تاني بيتكلم عن شيخه يا نفسي أمرحي لطيب مرحي ده أحمد الطيب البشير مؤسس الطريقة السمانية في السودان وإنت كطالب لازم تكون عارف المناهج دي مناهج الصوفية الكفرية الباطلة الناس بيعتبروا إن الصوفية دي عبارة عن واحد يغشك يقول لك الصوفية دي حب الرسول صلى الله عليه وسلم وين حب الرسول؟ بالرسول بيكون ربنا قال قل إن كنتم تحبون الله أعمل شنو؟ فاتبعوني
يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لكن تقول لي بحب الرسول وتنشر في الإلحاد وفي الشرك وفي الكفر بالله سبحانه وتعالى، انت بتلعب علينا ولا شنو؟ يقول لك الصوفية دي ها دايري أصلا ناس الإزاري. قال الصوفية من الصفاء، من الصفاء يعني انت بتكون قلبك صافي، ودي نسبة غلط من ناحية لغة عربية، لأنه النسبة إلى الصفاء صفائي وليس صوفي. وقالوا هي الصف المقدم بين يدي الله، برضو نسبة غلط من ناحية لغة عربية، لأنه النسبة إلى الصف هي شنو؟ صفي وليس صوفي. قالوا من الصفة، الصفة النسبة لها شنو؟ صفي وليس صوفي. قالوا هي نسبة نسبة إلى الصفوة، برضو نسبة باطلة، لأنه النسبة إلى الصفوة شنو؟ صفوي وليس صوفي. ما بتقدر يا صوفي تقنعنا إلا ما تمشي تفتح بلاغ وكده. لو أنا في أي محلة، في أي محلة أنا بقول منهجك ده باطل باطل، بعدك تقول لي أسلوبه ما أسلوب، ده ما موضوعنا معك. والله لو الموضوع الأسلوب ثلاثة دقائق نحله، الأسلوب ده بنحله بالكتاب والسنة، فهمت؟ طيب لو جيت قلت لك البرع حمار كيف؟ لو قلت لك البرع حمار قل لك لا يا أخ ما كان تخدش مشاعره يا زول، أنا مالي وماله يا زول، أنا دي ما حصلتها. ربنا سبحانه وتعالى قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل شنو؟ انتوا كده يا اخواننا ما رعيتم المشاعر تاعت اهل الكتاب يا زول. انت القران ده انت كلامك احسن منه ولا كيف؟ ربنا قال واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل شنو؟ الكلب دي بتعني حاجة كده في مصطلح جديد يعني لفت كده، ورونا يمكن تكون لفت عشان تاني ما نقول له زول جاب ضلال. المثل ده زول ربنا وراه الحق، خلى الحق واتبع الباطل، بينزل فيه المثل ده. فمثله كمثل الكلب، فهمت؟ ده الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل شنو؟ الحمار يحمل أسفارا. دي أمثال ضرب القرآن، ضرب القرآن، فهمت؟ ودي موضوعة انت قول لها دي لا تشنو، ده علم بتاع جرح وتعديل. والآن الكلام ده تلقاه في النقد السياسي، ما فيه حاجة. زول يتكلم في سياسي، يتكلم في الحاكم مع انه مخالف للدين، زول بيسأله ما في الكورة يقول لك والله اللاعب داك ودى الكلب، وكان عندهم مذيع كبير جدا، في مذيع كان فكله 4.5، فهمت؟ كلمات شينة جدا، اسمه مين كده خلينا من اسمه، ربنا يغفر له، خليه في كازاته، فهمت؟ كان فكلهم كلمات شينة جدا، قاموا شالوه برا، فهمت؟ ما بيسأله. انت تقول كلمات شرعية كذب، كلمة شرعية، بدعة كلمة شرعية، شرك كلمة شرعية، كفر كلمة شرعية، زندقة إلحاد كلمات شرعية، ونحن ما وصفنا بأي زول، وما قاعدين نتكلم عن أي زول، فهمت؟ زي ما المقال أنا كتبت منه نقاط جايك له بعد شوية. طيب بيتكلم عن الشيخ أحمد الطيب وكراماته، قال فهو الغوث الكبير، صفحة 40 وانت ماشي قدام. البرعي بيمدح في سيد وشيخه أحمد الطيب البشير، وده سيد الإزيري، فهمت؟ ونحن سيدنا الله بس، لا بنعرف إزيرق لا يبيض لا سجم رماد، فهمت؟ قال فهو الغوث الكبير. والغوث دي يا أخواننا دي عقيدة عند الصوفية، إنه في بني آدم قاعد الإنسان ده هو اللي بيد الناس لما يدعوه في الشدائد، وأي طريقة بتزعم إنه شيخ الكبير هو غوث أهل الأرض. قال فهو الغوث الكبير، وربنا قال إذ تستغيثون منه يا أخواننا ربكم، ده القرآن. ولا نحن نقول القرآن ده غلط عشان خاطر الصوفية وعشان خاطر الإزيري وعشان خاطر بلاغاتك، فهمت؟ قال ذاكر مولاه الواحد الكبير. طيب انت لو بتذكر في الله تقعد تقول للناس انا الذاكر وتعالوا هنا وانا الذاكر، ده شنو داس؟ ده دين ده؟ قال قام دائما ليله تسبيح ركوع تكبير، اصلح اتباعه وليقوم مهر البير، لنفوسه مهذب بالراي والتدبير، نابع الرسول زي طلحة والزبير. وشرح البرعي، قال صاحب الأزاهير تاع زاهر الرياض ده عبد المحمود نور الدايم، قبره في طابت. قال وكان السيد إسماعيل الولي يقول لما فتح علي، طبعا الصوفية ما عندهم زيك انت الآن
يعني الصوفية عادي لو نحن خليناهم يمشوا بعد ما ينتهوا من الدين وينسفوا الدين بعد ده بيجوا للصناعات. تلقى صوفي جاي من الزريبة بتاعت البرعي بينوباته جاي ماسك له الجهاز بتاع المساحة ده يقول لك كده زيح كده انا اشوف تشوف شنو يا زول. يقول لك فتح علي. تعرف فتح علي دي شنو؟ ده ما قرأ لكن بيقول لك لانه انا شلت السبحة كثير بس فجأة كده لقيت العلم ده جوا راسي. يا زول يعني انت مسكين مشيت في تالتة وامتحنت وموضوع طويل وقعدت وسهرت وجيت خاش الجامعة فهمت وتخش المراجع وتدفع قروش وشيتات وامتحانات وموضوع طويل يجي الصوفي يقول لك فتح علي افتح راسك امشي افتح بلاء. طيب قال لما فتح علي واطلعني الله على من في الديوان. طبعا عندهم ديوان يعني كتاب ده فوق اسماء الاولياء ديوان. كذب ساكت ما في حاجه اسمها ديوان. الولي الا يديك الا تجيك ايه ولا حديث انه ولي. ابو بكر الصديق رضي الله عنه، عمر، عثمان، علي، ديل صحابه رضي الله عنهم وكل الصحابه او انسان ورد فيه نص ده بنعرف انه ولي. لكن يجي يقول لك يا اخوانا كيف تتكلموا في الاولياء زي منه؟ تكلمنا في اتولي نحن. يقول لك تكلمتوا في البرعي. برعي ده ولي بتاع شيطان ما ولي الرحمن ده نتكلم في العين وذاته. فهمت؟ قال على من في الديوان ما رايت احدا عليه هيبه ووقار وبهجه كسيدي الشيخ احمد الطيب رضي الله عنه. قال وقد رايته في الحضره وهو النائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان الصوفيه عندهم حضرتين، حضره الهيه وحضره نبويه. الحضره الالهيه بيحضر مع الله والحضره النبويه بيحضر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. فهمت؟ عشان كده بتلقاهم في المولد خاتين دلقان ومتلمين حوله وقاعدين يشيلوا في الذكر. فهمت؟ وخاتين لهم كوزموية هناك ومحل فاضي. فهمت؟ يقول لك هنا بيجي الرسول صلى الله عليه وسلم بيحضر. دي اسم الحضره النبويه. وزي ما قال حسن البنا الصوفي ده شيخ الكيزان والسروريه والتكفيرين وداعي الشيخ واسمه حسن البنا. قال هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر فسامح الكل فيما قد مضى وجرى. قال الرسول صلى الله عليه وسلم حضر علينا. وزي ما قال أحمد التجاني عندهم صلاة اسمها جوهرة الكمال منجورة من الرأس. فهمت؟ قال لما لا تقرأ إلا بالطهارة المائية ولا تجزي فيها الطهارة الترابية. فهمت؟ وقالوا لما تقرأ بالليل دار تنوم تخلي محل فاضي لخمسة أشخاص لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيجي هو ومعه الخلف الأربعة كده بيجوا كم؟ خمسة بيجوا يحضروا معاك جوهرة الكمال لما تقرأ بالليل. تقدر تدافع عن ده يا لزيرك؟ تقدر تدافع عن موضوع زي ده؟ طيب قال يحضر مريده في النزع والجبير. انت لما تبقى سماني مع أحمد الطيب البشير الصوفية قالوا لك الشيخ بيجي يحضرك في النزع يعني لما يجي يقبض روحك. تلقى الجماعة شايلين لهم دلاليك وحارسين الشيخ ليه؟ لأنه ده منتظر لما يموت الشيخ يحضره في النزع عشان يخفف عليه سكرات الموت. فهمت؟ ودي عقيدة موجودة في كتب السمانية تلقاه في كتاب أزاهير الرياض إنه الشيخ بيخفف عليك السكرات. قال والجبير يعني في القبر الشيخ بيقوم بيجاوب عنك الأسئلة من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم في جوابين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يقول ربي الله وديني الإسلام وهذا الرجل هو محمد عليه الصلاة والسلام. وأما الفاجر والمنافق أو قال الكافر يقول ها لا أدري في الأسئلة الثلاثة. الصوفية جاء قال لك لو أنت ما قدرت لو مثلا أنت في القبر سألوك من ربك أو ما قدرت تجاوب ما تقول ها أديها سكتة شوية. هنا الشيخ بيجي يتدخل في كتاب زهير الرياض صفحة 134 قال في ترجمة الشيخ عبد الله باعلوي ومن كراماته قال رضي الله عنه إنه جاء واحد أنشد له أبيات في ذكر الجنة والنار. قال فتواجد صاحب الترجمة حتى غشي عليه يعني قام نطط كده وقام صار مغشيا عليه أغمي عليه يعني. بعد ذاك صحى قال له يا ولدي يا أخ أبياتك دي ظريف عليك الله تاني عيد لي. قال له أبو الشيخ ما بعيد عليك إلا تقوم تضمن لي الجنة. قال له يا أخ الجنة دي ما كثيرة يا أخ ما كده أنت أطلب المال. الزول عامل فوق الرسول صلى الله عليه وسلم شو المجرم ده؟ قام قال له خلاص ما دام كده قام دعا له. قال بعد شويه الزول الانشد الابيات قال حسنت حاله ثم مات فحضره صاحب الترجمه وشيعه الفكيه عبد الله بعلوي. الزول المريد ده قام حضره لما مات
وقام شيعه. قال وجلس عند قبره ساعة، قعد في القبر بتاعه. قال قال فانقبض وجهه، في البداية قام كشر. قال بعد شوية استبشر وسر وجهه. بعد شوية الشيخ لما عاين للقبر تاني قام وجهه استنار. فقيل له في ذلك، سئل عن ذلك، قال إن مريدنا لما سأله الملكان، تقدر تدافع عن الكلام الجاي ده لزيرك؟ تقدر تدافع عنه يا الياقوت؟ تقدر تدافع عنه يا ود بدر؟ تقدر يا الطريقة القادرية العركية تدافع عن الكلام ده؟ الطريقة البرهانية تقدر تدافع عن الكلام ده؟ السمانية تدافع عن الكلام ده؟ الختمية تقدر تدافع عن الكلام ده؟ كلكم كلكم سميناكم، امشي افتحوا بلاغات، كلكم كلكم افتحوا بلاغات، فهمت؟ ده قال. فقال له لما الملكين سألوا قالوا له من ربك؟ فقال ربي الشيخ عبد الله بعلوي، والله مكتوب في الكتاب لو فيها زي الرياض بالله امرقوا لنا لو جبتوه. قال فتعجب الملكان، منكر عيل لنكير ده لازم قوله، فهمت؟ يتعجب من كلامه، وده استهزاب الملائكة. قال له والله دي شكلها أول مرة تمر عليه وحالة زي دي، معقول ربك الشيخ حصل قال له لاقاك زوج زي ده؟ لا قال له. قال فأعاد عليه، وده أول حاجة فيه تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه استهتار بالملائكة الذين قال الله عز وجل عنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون شنو يا أخواننا؟ ويفعلون ما يمرون. ده قال لك لما قال له من ربك؟ قال ربي الشيخ عبد الله بعلوي، منكر عائل لنكير. يا أخواننا ده مش نفسي عغيت الترابي؟ الترابي قال لهم جوا ذاته سؤال ماف، بس انت بيرقدوه كده. ودي طبعا قال دي عبارة عن شنو؟ عبارة عن بروتوكولات، كونه يغسلوك ويكفنوك ويحنطوك ويصلوا عليك، عند التراب دي عبارة عن بروتوكولات ما بتنفعك أي حاجة. تنوم جوا وبعد يوم القيامة يتوروك، يلا يا عزيزي قد غامت القيامة. ده التراب دي العقيدة العفنة بتاعته، فهمت؟ عشان كده بنقول لا يترحم عليه. بتاع الجريدة قال وقد ظهرت هذه الفرقة، قال عند موت التراب. نحن من زمان قاعدين يا كاتب، فهمت؟ والتراب ما بيجوز الترحم عليه. ده قال الترابي قال لك يوم الغيامة بتمرك ساي، ما في لا في نعيم لا في عذاب، تقعد ساكت كده. وده ثابت بآيات من القرآن وبأحاديث من النبي عليه الصلاة والسلام. الصوفي السماني عنده نفس العقيدة بتاعت الترابي في إنكار عذاب القبر. قال له ربي الشيخ عبد الله بعلوي، بعد ذاك ما تم له بقي التلازل ذاته، قال له مرحبا بك وبشيخك، يعني الفكي ده فكي قوي أبقى تبعه، فهمت؟ ده في كتاب أزاهير الرياض عبد المحمود نور الدايم. في نفس الباب قال واحد كاتب عبد المحمود نور الدايم حدثني مين الأغبش ومين الأعمش ومين الفرفش، قال عن أبونا الشيخ زعموط، قال أنه قد حضرته ملائكة الموت، قال كنت موعوك وعكة شديدة والملائكة بتاعت الموت جاءت. قال فلما جاءتني ملائكة الموت قال رأيت سيدي الشيخ أحمد الطيب البشير قريبا منهم. قال شفت الشيخ أحمد الطيب البشير قريب منهم وهو يقول للملائكة أما قلت لكم ما تقبضوا أن لا تقبضوا روحه؟ قال فرجعوا عند ذلك، قام للملائكة قال لهم هوي أنا ما قلت لكم الزول ده ما تقبضوا روحه؟ قال له خلاص رجعوا. وربنا سبحانه وتعالى قال لكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وربنا سبحانه وتعالى قال وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. تقدر تدافع عن العقائد دي؟ تقدر تدافع عنها يا أحمد الطيب ولا يا برعي ولا يا فاتح البرعي ولا يا إزيرك ولا يا الخنجر ولا يا حميدة ولا يا غيره؟ تقدر تدافع عن العقائد دي؟ ولا حسين خوجري اللي فاتح لهم الغنى بتاعته والإذاعة المساء والغنى بتاعته يسي مجنوه، ها؟ أم درمان فاتحة للصوفية يبرطعوا زي ما دايرين، ويقول لك نحن من باب الحرية والرأي الآخر، ما تجيبنا كرأي آخر، جيبنا كرأي آخر. طيب قال يحضر مريد في النزع والجبير للحجة يلقن بأحسن التعبير، قال بديك لا مجيها كمان، فهمت؟ قال وله يؤانس في الوحدة والشبير. الشيخ قال بتونس معاك جوا القبر. يا اخوانا اللي بونسني جوا لو عملي صالح او عملي شين بونسني جوا منه؟ بونسك عملك، لكن الشيخ قال بتونس معاك جوا، فهمت؟ عاد كالبحر بل ازيد يرويها جماعه لا خبر احد وفرد، صح
ومتواتر عن الأب والجد، منها رؤياه للمصطفى أحمد جهرا عيانا قولا صحيح بأكد، قال شاف الرسول صلى الله عليه وسلم عديل جهرا عيانا، ده كله كذب وباطل. قال ذكر الحيات وذكر القلل، القلل الأزيد، قال في حية قال لقاه في جبل من الجبال قاعد تقول السمان السمان ماسك الورد، حية صعبان يعني دبيب أبدرك، بيقول شنو؟ بيقول السمان السمان والله جد، إلى أن قال وله يرقي بعد الفنى مؤكد، له سلم يا ولد القلب البيت ولد. طبعا ده كله بجيبوا لك في موسيقى، ولذلك بيرقص ولا بيرقص جرايد إلا من رحم الله بيرقص وما عرفت، فهمت؟ انت ما تعال افتح فوق بلاغ بالكتاب بتاعي تقدر تناقشني، جيبوا في جريدة، لكن عارف انه الغالبية في الشعب السوداني إلا من رحم الله صوت، انه لو مشى جاب كلام ولا غيره جريدة بكرة تانية إلا يمشي مراتب ولا حاجة ما بزول بيشتغل، فهمت؟ قال 16 تكلم عن كرامات الشيخ، طبعا 12 برضو قال لك وليذكر اسمه عند القبر يسعد، قال جاء في الأزاهير ده البروعي ذاته شرح لك، قال من قال عند حفره لقبر ميت هذا قبر أحمد الطيب فلا يعذب ولو لم يكن من أهل الطاعات. انت هنا في الجامعة تعمل اي حاجة، الكيزان عملوا خشمة حفلة داق راس طوال، الشفات البيجاي دين عندهم حفلة ونوبة ولا اي جلسة استماع ولا غيره تجي داقش طوال، فهمت؟ في جماعة عندهم ليلة حمراء او زرقاء تجي خاشي فيها، في بنجو ولا مريسة تدور مع الجماعة، عندك اي قدرة بس لما تشيلوا الحفار واول ضربة في قبرك لما يجي يحفروها يقولوا هذا قبر احمد الطيب، انت اسمك مثلا عبد العزيز سليمان مثلا يعني دك كده احمد الطيب، قال بعد ده الملائكة ما بيسألك، قال وليذكر اسمه عند القبر يسعد، يا عقيدة البرعي الفاشلة الباطلة، والله تموت بعقيدة البرعي جهنم وبئس المصير. بنتحدى بتاع الجريدة وامشي افتح بلاغ، طيب بتاع 16 قال له سلم يا ولد القلب البيت ولد، قال اورد هذه الكرامة صاحب الازاهير اللي هو عبد المحمود نور الدايف من الحيصحيصة تشيل على يدك اليمين طوالك، قال انه نسب الى الشيخ يعقوب بن احمد الصليحابي تلميذ الشيخ احمد الطيب، حيث قال كان للشيخ يعقوب رضي الله عنه تلميذ كان عنده حوار وله 6 بنات، الشيخ ده التلميذ ده كان عنده 6 بنات، فشكى له يوما عدم الولد الذكر، قال له ابو الشيخ والله انا عندي بنات ساي ولد ذكر ما عندي، وطيب انت داير ولد ذكر تمشي للشيخ انت زول مالك عقلك ده مقلبا ولا شنو، فهمت؟ قال فامره ان يحضر عنده بعد صلاه الصبح من يوم الجمعه واحدة من بناته، قال لي انت مش داير ولد وعندك 6 بنات جيب واحدة بعد صلاة الصبح يوم الجمعة، مش لو جبتها يوم صلاة الصبح، لو جبتها للشيخ يوم القيامة ما بيقلبها لانه الشيخ ما عنده حاجة مع الله، فهمت؟ طيب يا ربنا قال ان الذين يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدري إن الله لقوي عزيز. ده في مرحلة الذكورة، وقبلها كان بيت كم سنة، قال وخلف بعد ولد يدعى أبي ورق، وهذه الكرامة مشهورة في بلاده أوضح من نار على علم، ولولا وقوفي على صحتها لما سطرتها هنا. عبد الرحيم البرعي شفر زي السلام عليكم، والله دار تمشي جهنم وتخلد فيها ما تمرق، ابقى سماني ولا ابقى صوفي؟ امشي افتح بلا، انت لو بقيت بتاع بنجو معلم كده وتخش الجامعه وكبيره من الكبائر، لكن ما بتخلد في النار، وده بادله، انت بتاع الجريده ما عارف الايات وما عارف الادله، تعال ناقشنا هنا، لانه نحن بنقول الحق، لكن تلقى بتاع الجريده وينبسخت وانه وفي ظل هذا السودان المتمحور وان انبسخ يا زلمه انبسخ في الجندراني ما عنده فرمله، تعال خش ناقشني انت بليد ولا شو؟ تعال ناقش، ما تقعد تلعب على الناس، احنا بنقول للناس الحق، الشغل ده ودي جهنم، والطرق الصوفيه دي لو صاح وقله الادب دي لو صاح ما نحن نعمل زيها يا اخي، ما نعمل زيها، امشي اقول انا عندي طريقه ومن راى سره الشيخ دخل الجنه،
كما جاء في كتاب، والله الكلام ده في أزاهير الرياض، ده شيخ البرعي ذاته شيخه كتاب أزاهير الرياض قال: وقد كنت حريصا على رؤية صرة الشيخ لأني علمت أن من رأى صرة الشيخ دخل الجنة. يعني سواء يبقى قليلات أدب عشان يخشنا الجنة ولا يبقى مؤدبات ويخشنا النار، لأنه بقى دخول الجنة والنار برؤية صرة الشيخ. عفن وقلة أدب، وفي كلام هنا وسخ كثير جدا، والله أنا في كتاب خليته في البيت، والله والله شفت أكبر بتاع أفلام سيكس لو قراه والله يتوب، والله يتوب عفن للنهاية، فهمت؟ وبعدين لو في صوفي عنده كلام بعدين تعال خش عشان نوريك. أمشي أفتح بلاغ تقول لك نحن بلاغ بيخوفنا، تاني بنتكلم. طيب لسه أنا جايك، قال قلب البيت ولد، ربنا قال فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. يا أخواننا ربنا سبحانه وتعالى يخلق المخلوق، ما في زول بعارضه، ما في زول بعارضه، وانت بس إلا تقلب كده يقول لك قلب البيت ولد وقلب التمساح حجر، زي ما قال دفع الله المصوبا الشريف نسبه، جر الشمس مع الملائكة ما غلبوا، والتمساح حجر في شان جلوك قلبه. قال جر الشمس، الشيخ رسل له حوار اسمه جلوك للبحر يجيب له مويه، لانه الصلاه جات، عرفتها؟ قال الشيخ رسل جلوك، جلوك مشى التمساح اكله، الشيخ قال مشى نادى التمساح، والتمساح مرق للشيخ وقال له امره بجلوك ومرق جلوك، والشمس كان وقعت، الشيخ رجع الشمس وصلى العصر وتاني رجع الشمس. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء يفتح خيبر اليهود شغلوا عن الصلاة، وشكى إليه ذلك عمر كما في الصحيحين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله عليهم بيوتهم وفي لفظ قبورهم نارا. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم، فهمت؟ فالرسول الشمس ما ردت له لغاية ما صلى العصر مع المغرب. يجي الصوفي دفع الله المصوبا، خلي برضه يمشي يفتح بلاغ، يجي يجر الشمس مع الملائكه، والشمس ذاته ما قاعدين يجروها. كذلك والله انتم امشي هذا الناس الفيزياء المعامل مش جاي مش امشي هذا الناس الفيزياء، انا لو داير لي معدن الف به اول حاجه يبقى قدر قطر الشمس، فهمت؟ قدر المحيط بتاع الشمس دي، ده معدن، فهمت؟ دي اول حاجه. الشيء الثاني تكون الدرجه بتاعت الانصهار بتاعته فوق لدرجه انصهار حراره الشمس، ده بتلقاه قال جر الشمس. يا ذول كذاب، ربنا قال والشمس تجري تجري، ما في ذول جاريه يجروك من كرعينك، ما في يا اخي الله يهديك، فهمت؟ الكلام ده كثير لسه نحن عندنا عندنا كتب ما فتحناها، في كتب بتاع الشيوعيين، كتب بتاع الجبهجيه وشعبيين، نحن ان شاء الله بنجي نفتحها بعد الصلاه، لانه الموضوع ده بقى موضوع بتاع حق وباطل، موضوع بتاع حق وباطل، نازل دعاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها. ان شاء الله في حقائق كثيره ان شاء الله بنكشفها بعد الصلاه، وبنفتح فرص، داير مناظره تجي خاشي، داير فرصه ساي تجي خاشي، داير ملابعه تجي خاشي، كله ان شاء الله الفرصه مفتوحه. طيب هنا يواصل المدعو عبد الرحيم البرعي في تأصيل العقائد الكفريه، العقائد الشركيه والعقائد الالحاديه في هذه القصيده التي سماها يا نفسي امرحي، صفحة 43. قال بيتكلم عن الأولياء، قال: البيوتي رب التوم، والغرش رئيس القوم، أحمد بصيرنا الأكرم المعصوم، قال: ثم السنهوري وحسيبنا بحر العوم، والصابونابي الطرف جاف النوم، والشيخ عبد الله الفرش لا لوبكم. طبعا دي قال لنا دي كرامه دي، فهمت؟ قال: شيخون وبشرى اليذكر القيوم، مصطفى عركينا مع ود علي المكروم، وتتى الفلاتي القلب العود مفهوم. ودي برضه شرحها البرعي في الحاشيه رقم 28 في الصفحه رقم 44. بيتكلم عن هذا الشيخ، قال: وهو الشيخ الحاج، هو الحاج تتى الفلاتي، كان رحمه الله جليلا في عالم الأسرار، ومن كراماته ما أخبر به عبد المحمود بن أحمد الشنبلي عن أحمد ولد مدني الجعلي، قال: كنت ممن صحب الشيخ تد زمانا، فرأيت منه كرامات شتى، منها أن امرأة من نسائه طلبت منه يوما أن يشتري لها خادما تخدمها، وألحت عليه في ذلك، فأمرني أن أحمل فأسا وثوبا وأن أمشي معه إلى شجر هناك،
فوقفت تحت شجرة وأمرني أن أقطع منها عودا على قدر قامة الإنسان. المرأة بتاعته قالت له دايرة خادم تخدمني، وألحت عليه، فالشيخ قال له قام ساق الحوار بتاعه وأمره إنه يقطع له فرع بتاع شجرة قدر طول البني آدم، قال وأن أضع الثوب المذكور على العود ساترا به، يجيب الثوب الشاله قبيل من مرته يغطيه بالعود القطعه ويستر، قال وأن أتنحى عنه قليلا بحيث أكون قريبا منه. ثم أخذ سبحته وصار يذكر الله تعالى بهمة عالية والعود أمامه، ثم رفع صوته قائلا بخيتة 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 3 مرات. قال فرأيت ذلك العود تحرك ثم صار أمة، فأمرني أن أمسك أن أمسكها بيدي، فأخذتها إلى أن أوصلتها إلى زوجته فعاشت عندها زمانا ثم توفيت. ده خلاصة معناه إن الشيخ بيخلق مع الله سبحانه وتعالى، وده كفر ينافي أول آية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم. ربنا قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من شنو؟ من علق. دهين البرعي قال لك في أولياء خلقوا من شجر مع الله سبحانه وتعالى. ربنا قال قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ ربنا قال من شجرة خلقه، ربنا قال من نطفة خلقه فقدره، البرعي قال من شجرة خلقه فقدره. عرفت؟ دل 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 الدين الدارين ينشروا لنا الصوفية. طيب ده كتاب الختمية، كتاب اسمه كتاب فيوض البحور المتلاطمة في شرح الراتب المسمى بالأنوار المتراكمة. فهمت؟ وكلها أسماء كده بتاعت وهم ساكت، المتراكمة والمتجاقمة وكلام فارغ ساكت. طيب صفحة أول حاجة بيامرك بالشرك بالله وإنك تنادي الأولياء بتاعين. فهمت؟ 97 وإنت ماشي لقدام. عرفت دي حجبات واحدين جابوها لنا عشان بعدين نمشي نفتحها للناس، لو في زول قال لنا برضو ناغضنا في مزالة الحجاب نجي نتحداه ويجي يقرأ لنا الكلام ده. الكلام ده والله أنا لو كاتبه بكرائي ما يكون بالطريقة دي. فهمت؟ قال شنو؟ قال فأنت رجائي يا إلهي وسيدي تفرقا لميم الجيش وعامل له مربعات الله لا إله إلا هو الحي القيوم مفصلة ما أعرف لك خلفهم وكلام فارغ كثير، وكاتبين البسملة بالأقسام كلها أو بالجهات كلها. طيب المهم ما علينا، كده نمشي نقرأ الكلام ديل الختمية، ودي كل الطرق الصوفية كده، نحن دارين كل الطرق الصوفية اتقنطروا لنا في مناظرة واحدة، والله يتقول ادعوا شهداءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. نحن دارين انهم كلهم شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، كلكم النازل يجوا كلكم تعالوا ناظروا. نحن لما جينا قرينا الكلام ده قريناه وألفناه، ونحن انت وكيد دار تحامي عن شيخك ما تمشي تفتح بلاغ قول الكتاب ده ألفنا فيه أو زدنا فوقه، لكن ما تقول أسلوبكم كعب، يعني انت معناه انه عقيدتك خربانه لكن نحن ما قادرين نوصل باسلوب ظريف. ده ما خلاصه الكلام كده، ولا انت ما تعال ناقش بس. طيب تقدر تناقش في موضوع زي ده؟ قال صفحه 97 قال انا هذا الامير وذا الغني وعبد الله القطب المرغني، فدع قولي ودع فعلي وكن في حواشي زمرتي يا الاوذعي، انا مهما رضيت رضي الهي، انا مهما رضيت رضي الهي، يعني جعل رضا الله سبحانه وتعالى تابع لشنو؟ لرضا المرغني. قال ومهما قد غضبت فلا دعي، انا للكون واحده فريد ونقطه بائه والطلسمي. قال هو النقطه بتاعت الكون، يعني المنا بدا الكون، انا للكون واحده فريد. فهمت؟ يعني ده الودى الوحيد في الكون. ومهما ان اتاك قليل خضب فقم وانده وقل يا مرغني. قال لو جاتك اي حاجه عضتك نمله، فهمت؟ شنكلك زول، تقول يا المرغني. وهناك البرعي قال ان ناب خضب في البلاد نزيله، قال انت في الحاجات البسيطه دي تحلها بعكازك باي حاجه، لكن لما تجي مصيبه كبيره دي هنا بتنادي الاولياء.
وكله كذب ساي. ناديته في الرخاء، في الشدة، في الصغير، في الكبير، أنت أشركت بالله وكفرت بالله وخرجت عن الإسلام. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. طيب، برضو بيتكلم هنا الصفحة 109، الصفحة 109 قال: أنا بحر أسرار، أنا القطب لاحقا، وحكمي جميع الأرض في طي قبضته. قال: أنا بحر أسرار، أنا القطب لاحقا. طبعا يا أخوانا الإسلام ما فيه أسرار، الإسلام ما فيه أسرار، لكن هذه من العقائد الصوفية بتاعت الأسرار وبتاعت الظاهر والباطن وبتاعت علم الحقيقة وعلم الشريعة. دي كلها يا أخوانا من العقائد الصوفية الباطلة، إنه الدين فوق سر، والدين ده يا أخوانا ظاهر. ربنا قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليه؟ ليظهره على الدين كله. فهمت؟ والنبي عليه الصلاة والسلام كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: ثلاث من حدثك بهن فقد أعظم على الله الفرية. في البخاري: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، وفي رواية: فقد أعظم على الله الفرية. ومن حدثك أنه يعلم ما في غد، ومن حدثك أنه كتم شيئا من الرسالة. فهمت؟ عشان كده ربنا قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل شنو؟ فما بلغت رسالته. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ الدين شنو؟ باطن وظاهر وعلم حقيقة وعلم غيره. عشان انت لما الشيخ يقع في المنكرات والمعاصي يقول لك ما تنكر عليه، ليه؟ لأنه ده يسمى بعلم الحقيقة. طيب علم الحقيقة ده الشيخ ده لقاه كيف؟ الشيخ ده لقاه كيف؟ أنا ذاتي دار أبقى علم الحقيقة، أنا دار أبقى علم الحقيقة في الجامعات، في شهادة عربية وشهادة أجنبية وشهادة كيف ذاته، كله دار نبقى علم الحقيقة سوا. فهمت؟ فده كله أخواننا من باب الزندقة. ما في حاجة في الدين اسمها علم حقيقة وعلم شريعة، في حاجة اسمها يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الدين كله واضح، الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا للناس، بلغوا للناس، فما في حقيقة وكلام فارغ. طيب، قال وحكمي جميع الأرض في طي قبضتي، قال الواطة كلها في قبضتي أنا في حكمه. قال حفظت فنون العلم في دون لحظة، وصرت فريد العصر عين الحقيقة، أرى العرش حقا في جلوسي دائما وما فوقه في كل وقت وساعة. قال أرى العرش حقا في جلوسي دائما. الشيخ قاعد في المسجد في بحر هنا بيشوف عرش الله طوالي، قال طوالي شايفه في جلوسي دائما. قال وما فوقه في كل وقت وساعة، وما فوق العرش منه، يعني شايف ربنا سبحانه وتعالى. وده اعتراف من ضمن الخطمية انه ربنا سبحانه وتعالى فوق العرش وفوق السماء. دي تمشي منها وين دي؟ طيب، قال ولو حل سري في الجبال أذابها، قال عنده سر، انا ما اعرف سره ده شنو ده ذاته. قال ولو حل سري في الجبال أذابها وصيرها كالعهن تجري بسرعتي، ولو أنني ألقيت سري على الحصى لكانت تخاطبني بأحلى مقالتي. السر بتاعه ده لو جاب للحصحاصنة طوالي بيقول له وين يا أبونا الشيخ المرغني؟ الحصحاص ذاته. فهمت؟ قال ولو أنني ألقيت مريدي، قال لا تخشى، ولو أنني ألقيت سري على الحصى لكانت تخاطبني بأحلى مقالتي، مريدي لا تخشى من أمر تخافه إذا قلت يا حسن، يعني يا حسن بجلابية، أتيت بسرعتي. قالوا سمي حسن بجلابية لأنه جلابيته بتولع بالليل. طيب ما نوصل منه نلغي الرصيرس والدمازين والخزانات دي، عرفتها؟ ده توليد صوفي، مش في توليد حراري أو في توليد مائي، وفي ناس بيدرسوا التوريد النووي، وفي حاجة اسمها ما أعرف الطاقة شنو كده الحرة، مش في حاجات زي دي. ده عندك توليد صوفي بس توصلها تدرعها تجيب النيوترون، والله انت خدتهم في حسن بجلابيه وتضوي وتعمل اي حاجه، تشحن موبايلك اي شيء، تلقى لك صوفي طوالي تدرع فيه والكوبسي طوالي. فهمت؟ سوكت. طيب، قال مريدي لا تخشى من امر تخافه اذا قلت يا حسن اتيت بسرعتي، وان كنت في هم وكرب فنادني بيا مرغني
أنجيك من كل شدة. ده كل يا أخواننا باطل. طيب أديك تاني كلام عجيب مرة واحدة. قال ومن كلامه أيضا. هو قال لك من كلامه، تيجي تقول لي أنا أسلوبي ما كويس، والله يا بتاع الجريدة ما أخليك، ما بخليك أصلا، فهمت؟ قال ومن كلامه، هو قال كلام قاله ونشرهم ما نشرته أنا، وأنا زيه زي أي زول وقف في الصف واشترى الكتاب. بعدك تيجي تقول لي أسلوبك ما ظريف. قال أنا الحمد لله وهو المنعم الوالي، ما ترجمت بعض حالي سن أقوالي. أنا الإمام، ده الشيخ قال بيتكلم عن نفسه، أنا الإمام المبين العالم العلم العاقل النزيه الشبيه الشامخ العالي السيد السند الطود الذي سجدت ملائك الملك الأعلى لإهلالي. لإهلالي يعني لرؤيتي أنا. قال الملائكة بتاعين الله سجدوا للشيخ بتاع الختمية. قال لازلت أرتع في ميدان طاعته وذكره أبدا في كل أحوالي، فكنت عين وجود القدس في أزل يسبح الكون تسبيحا لإجلالي. هنا جاء فوق يا المتكلم، عرفت يعني الكون ده بيسبح كله عشان الختم. فالعرش والفرش والأكوان أجمعها الكل في سعتي مستهلك بالي. كلهم قالوا قاعدين تحت المراقبة، الكون أجمعه. فالعرش والفرش، العرش والفرش والأكوان أجمعها الكل في سعة مستهلك بالي، وكل فضل سما في الكون مرتفعا فإنما هو من مني وإفضالي، وكل علم لدني حوته قلوب الراسخين فرشح فاض من حالي. يعني الصوفية مش بيقول لك في علم لدني، الختم قال لك العلم اللدني حق الناس دي كلها ده عبارة عن رش. انت لو شفت الزير الصباحية كده خاصة في لما يكون الجو مرطب تلقاه شنو؟ تلقاه مندب يبرمش، ده الرش ذاته. الختم قال العلم اللدني بتاع بقية الصوفية وبتاع غيره من الناس قال ده عبارة عن رش. العلم قال قاعد جواي أنا، ده عبارة عن رش عطسة كده بس جابت لك بقية الطرق دي. طيب قال وكل غوث به دان الوجود له أعرته خلعة من سندس الغالي. قال أي واحد غوث بغيث الناس تناديه في الشدائد يقوم يغيثك، ده أنا جدعت له حاجة من السندس حقي أنا الغالي، لأنه السندس بتاعي غالي. قال وكل فرد على في الله مشهده وهبته شعرة من نور تمثالي، فهمت؟ ولي وراء الورى قدر ومرتبة علياء ما خطر يوما على بالي، العلم في جنبها جهل ومغلطة وكل شيء لديها هالك الحال. فكنت أحمده المحمود في أزل كذا محمد بدر الهدى التالي، لذاك عاش جميع الكون في كنفي، فالطول طولي وأهل الفضل أطفالي. يعني البرعي بيبي بتاع الختم، فهمت؟ ما ده كلامك، ما مش قلت أطفالي، فهمت؟ قال فاستفتحوا بي باب الله يقبلكم ويصطفيكم بتقريب وإجلال، واستمسكوا بعراء لا انفصام لها واستوثقوا بمقاليدي وأذيالي، فمن تمسك بي أو حل في حرمي نال المرام بلا ريب وإشكال، أنا الجليس على العرش المحيط كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالي. رأيك شنو في الكلام ده؟ قال محمد الحسن الطود الذي ثبتت أمامي في شنو كده في جيوش الموكب العالي. وكلام كثير جدا بيقولوا الجماعة الختمية، فهمت؟ وفي واحد هنا اسمه الولي العيدروس، العيدروس صفحة 93، الشيخ العيدروس قال ومنهم الشيخ العيدروس، وقال ده لغب لكل جماعة كده من أهل البيت يسموهم العيدروس. فمنهم الولي الراسخ القطب الواصل، اللي هو قال لك هو الواسطة بين الله سبحانه وتعالى وبين الخلق، ده الواسطة اللي ما بتخش على الله إلا به، اسمه العيدروس. لازم تعرف اسمه لأنه أنت ممكن يخطوا الورق بتاعك تحت، فهمت؟ ده بحسب اعتقادات الصوفية، ده اعتقاد منه، أنت مش قال لك زول قال لك تنشر. طيب قال الذي عم إمداده وسمى إرشاده عبد الله العيدروس، ومن كراماته أنه قطع رأس بعض تلامذته. ده من الكرامات، ودي يا أخواننا ما كرامات، دي كفريات، لأن هذه بتنقض
إنه ربنا سبحانه وتعالى وحده الذي يحيي ويميت. قال أنه قطع رأس بعض تلامذته فأعاده حيا ورجع كما كان، ولذلك سمي بالعي دروس، يعني زول اللي بيرجع شنو؟ الروسين، الروسين. يعني أنت لس تمشي تشتري لك رأس بتاع خروف باسم، بعد ما تأكله تجيبه للشيخ تاني يرجعه لك، تاني تمشي تشوي وتأكل، تاني ما لقيت قروش تاني تمشي للشيخ تاني يرجعه لك، وهكذا دواليك. طيب قال ومن كلامه هذا، من كلامه قال أنا عرشها والكرسي أنا، ده الشيخ قال أنا عرشها والكرسي أنا، أنا للسماء بانيها، ده الختم. قال السماء دي بنينا نحن، شوف الكفر ده كيف، ده 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 حكم شنو في الشريعة؟ زول بيقول لك أنا بنيت السماء، ها ده ما كافر يا أخي؟ نفترض إنه أنا أسلوبي ماشي، أنت رأيك شنو في البنى السماء ده؟ رأيك فيه شنو؟ ده قال أنا للسماء بانيها، لولا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها. كما بس يعني أنا خجلان من الله شوية كده كان النار دي ذاته طفينا. يا أخوانا شوفوا الكلام ده كيف، ده ما تشكيك للمسلمين في عقيدتهم، عرفتها؟ قال ومن كراماته حين دخل عدن قال للسماء يا سماء صبي لبن. ابن عبد الله دخل عدن فصبت السماء لبنا بقدرة الله وكرامته له، ما نزل معه باسطة كمان. يا أخوانا ده مش ليه، شوف الكفر بالله سبحانه وتعالى، ده ضلال، ما مطر وده هوس. بعدين الزول لما يبقى صوفي ده كله بيؤمن به انه نزل المطر بيكون راجي. الركاني البيجاي ده، الركاني في الكلاك لهنا قابع بيتكلم في الخطبة، طبعا الخطبة بتاعته والله وعد تمشي لها، الخطبة بتاعته عبارة عن سيركي بتاع كروبات، تلقى الجماعة قاعدين ويقوم من جرلام نجرة، لا في الكتاب لا في السنة لا في الصوفية لا في اللغة العربية ولا تابع لأي حاجة، نجر أخضر براو كده، فهمت؟ يجي يقول لك وإن الهجرة النبوية هي من الفعل هجر ويهجر تهجرا في هجائره، وكلام فارغ ساي. يجي يقوم درويش ما فاهم حاجة، درويش الشغلانية تعجبه يقوم يقلب هوبة. واحد من أخواننا بيحكي أبوه قال له إلا تمشي ليلة بتاع الهجرة ده، فهمت؟ مشى معه ليلة بتاع الهجرة، قال له أبوه يا أخو كده وما تمش. المهم أبوه في النهاية ساقه من غير رضاه، فمشى معه أبوه قاعد تحت وداك شغال صلوا على رسول الله، أنا ما أعرفه بيعمل حركات كده قاطع شيالات ولا الحاصل. المهم بكورك بعد شوية قام جاب له كلمة كبيرة كده وراه درويش، كان داك الدرويش ترجم، قام قلب له كوبا وطق أبوه هنا، ده أبو طوالي قطع الخطبة ومرق، فهمت؟ ده بيتكلم في المنبر فوق، قال ومن كرامات بعض أوليائنا أن الشيخ طلب لأبنائه الطعام فلم يجد، فصعد إلى سطح البيت، أنا ما أعرف شبكة جوا ما فعل جنو. يا زر ربنا قال وإذا سألك عبادي عني فإني شنو فإني قريب، ده قال طلع في رأس البيت. والله يا أخواننا الصوفية دي إنت لو بيجي الصوفي عقلك ده تشيله وتجدعه في كرعينك. قال طلع في سطح البيت ثم دعا الله، قال فأمطر الله عليه مطرا، أتعلمون ما هذا المطر؟ قال فإنه مطر من فول، قال فشرب. والله جد دري كان بيجاي، وده مؤتمر وطني، ده جبهة دي كوز، فهمت؟ لعب الدين، هذا رايك فوق شنو؟ ده رايك فوق شنو؟ ما بيزالوا، ده زول بيزالوا ماف، وده يجي يقول لك ان احنا السماء بنيناه، فهمت؟ وداك يقول لك الكون انا ماسكه ذراعي، زي ما قال بتاع القادرية، قال ذراعي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت امددت راحتي، الكون ده يعني ماسكه كده، فهمت؟ وبتاع التجانية قال أقر رجلي هذه فوق رقبة كل ولي من لدن آدم إلى يوم أن ينفخ في الصور. دي العقائد الصوفية، ولذلك نحن بنحذر منا الناس، نحذر منا الناس، والإعلام كله شغال صوفية، التلفزيون القومي شغال صوفية، يجيب لك والآن نطلب مدحت الكباش القيدو في شبل، يجوك الجماعة الكباش القيدو في شبله، جيت أزور جبله، جيت أقف قبله، لولحوا زقلوا وفي الطريق نبلوا عدموا الصوفة، هذا زول ده جنبه ولا ده زول ده، فهمت؟ تاني يجيبوا لك مدحة تانية، مدحة أبونا الشيخ الحسن، يا منادي لي سيدي الحسن جبل التاكل المؤتمن، عاقدين عليك كل الأمل، وربنا قالوا على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يجيبوا لك تاني قصيدة للبرعي، بدعوك يا الله بجميع أسامي الله، كويس،
وما اعرف لك بصفاته العليا، ده لو قالها الميمة القصيده الطويله. بعدك بيدخل الشرك، بدعوك يا الله بدسوقي الهائم بحب الله وبسيد الشعراني الناشر لحب الله. بعدك بعد ما ينتهي من الرجال يقوم ينقلب على النساء، وادعوك بالسيده هي زينب عمدتي وشمس الحق، السيده نفيستي ومين شعوانتي ومين ومين ومين، يدعو الله سبحانه وتعالى بالشرك وناس يعتقدوه. ده مشى يجيبوا لك جل جلاله لا له شريف ولا له مثال الله، فهمت؟ ودي ذاته خلوها ذات الصوفيه مع انها شرك. بعد ده يقعد ينادي لك الاولياء بتاع عنه، وتاني يجيبوا لك مدحت التمساح دخل الشايقيه، يا حسن بجلابيه التمساح دخل الشايقيه، التمساح جاء وده قام نادى 99 ولي، 99 ولي عشان يقتلوا تمساح. قال ذلك اي واحد فكن الشاب من الاولياء ماتوا، اي واحد من قبره فكن الشاب قتلوا التمساح، فهمت؟ وكلام غريب ذاته للطرق الصوفيه. جايبين في التلفزيون ود الكباشي، ود الكباشي جايبينه في التلفزيون في قناه النيل الازرق، الدكتور او الجبهجي بتاع حلل البريق مش يفتح بلاغ، فهمت؟ قال له لغاه مع اولاد الكباشي، قال له كذا ورونا بعد ما سمعوا فاصل من الغناء والكفر بالله، قال له راح ورينا الكلام اللي سمعناه في القصيده دي. قال طبعا القصيده دي احتوت على ثلاثه كرامات. الكرامه الاولى انه سيدنا ابونا الشيخ الكباشي ربنا سبحانه وتعالى اداوكم فيكون على لسانه، على لسانه اداوكم فيكون. المذيع شاف الجبهجي، الجبهجي طبعا كذاب لكن شاف الموضوع ده كبير شديد، قام قال له اداك عديل كن فيكون، قال له لا هو بيسال الله البيده كن فيكون فالله بيقوم بيديه. داك قال له لا داك ما صوفي، داك ما مبلم ما بيعرف بيغوش زي الجبهجي. الجبهجي ما طبعا يقول لك ونحن في هذه المرحله وفي ظل الاندفاعات المتلاحقه، وبيغشك بيلعب عليك بثلاثه كلمات، لكن ده صوفي مصمت بليد ما بيفهم حاجه. ده قام قال له لا ابونا الشغل كباشي بدي بيقول لشيء يكون فيكون، عبدي اعبدني اجعلك تقول لشيء يكون فيكون. وده رواه الشيعه، ديل الترجي الشيعي، فهمت؟ ديل الرواه. فقام قال له اذا ما بعض الناس ضعفوا الحديث، وما حديث ذاته عشان تعرف الجبهجي راسه فاضي، وما حديث ذاته. قال له طبعا اذا ضعفوا الحديث صار عندنا الايه محكمه، لهم ما يشاؤون عند ربهم، يعني لهم ما يشاؤون عند ربهم، يقلب البيت ولد، السماء تنزل له لبن، يقلب البيت ولد، يقلب الشجره بني ادم، فهمت؟ يتصرف في الكون زي ما بيقولوا البرعي وغيره، يقلب التمساح حجر، فهمت؟ يقلع سنون التمساح زي ما جاء في كتاب طبقات الشعراني. قال ومن كرامات احمد الفرغلي رضي الله عنه ان مخيمر النقيب لما خطف التمساح بنته ذهب الى الشيخ فقال له يا شيخ التمساح اكل بنتي. قام قال له امشي للتمساح قول له الشيخ قال لك تعال كلم الفرغلي يا زول. دي انا قلت لهم زي واحد يكون مشاكل مع اخوه الصغير ويدقه، ذاك يمشي يكلم ابوه يقول له بابا قال لك تعال، فهمت؟ قال له قول للتمساح قال لك تعال كلم الفرغلي. قال مشى البحر. يا اخوان الناس دي عليك الله زول ساطي اللي بيقول كلام زي ده، هسه لو في شيخ قال لك امشي قول للتمساح تعال بتمش؟ معناه الشيخ ده ساطي صح؟ الشيخ ده معناه مجيه. قال مشى البحر قال له يا تمساح تعال كلم الفرغلي. الفرغلي قال التمساح وكيت وروا جمارك. قال والخلق عن يميني وشمالي، الناس قاعدين التمساح مارق ماشي للفرغلي والناس بيجاي واقفين وبيجاي داري يشوفوا الحاصل شنو. قال له امرق البيت دي، مرق البيت. قال لهم نادوا الحداد، يا زول دي جرات صعبه جدا، نادوا الحداد. قال لهم نادوا الحداد، قال له شوف اوعك تاني تختف لك زول وانا قاعد هنا. قال له كويس. الحداد قال له فك فيك السنون دي يا زول، بما فك استاندر ولا نجمه، يا انت بتلعب ولا شنو؟ قال فك فكين كلين. قال فرجع التمساح ودموعه تسيل. قال يا اخواننا لاقاكم دين زي ده يا اخ، والله وده دين. تخيل الصوفي شاغلك واسلوبه ما سمح وبيضحكوا فينا الناس، انا ضحكت الناس. بس يا اخواننا الكلام ده جبته انا رجعتك لمرجع بتبيعه في الدار السودانيه بتاعت الاخوان المسلمين، رجعتك لمرجع بتبيعه في مكتبات ام درمان شرق المسجد الكبير ام درمان، فهمت؟ رجعتك لمراجع ما كتبته انا، كتبوا شيخك الشعراني ومدحوا شيخك البرعي، فهمت؟ ضلالات موجوده جدا، موجوده كثيره جدا، فهمت؟ انت بعدك تقول انا كذبت عليك وغيره، فده كل اخواننا من الباطل، دي الدين الصوفي. ولما يتفضح هذه الفضيحه، الصوفيه لما يتفضحوا الفضيحه دي
وما بزول طبعا ممكن يدافع عن التمساح ولا يدافع عن الفرغل، لانه ذاك مسطول وده مخلوق، ما بيفزول يقدر يدافع عنه. ما قدروا ما قدروا، بعد ذاك بيجوا يكوركوا. فما تكورك انت، انزل معانا الميدان ده، دارين مناظرات مفتوحه كل الطرق الصوفيه في التلفزيون، فهمت؟ مش قلت هؤلاء الصبيه الصغار الاغمار وكده، تعال جيب الصبيه ديل قدام، فهمت؟ ما تقدر تنازل، ما تقدر تقيف امام الحق. لكن يا اخواننا ده الدين للاسف الشديد في السودان، ونحن ما بنخلف الدين بتاع الصوفيه ده، ما بنخلف، لانه ده غشوا به واهلنا. وديل الناس اللي بيكوركوا ويفتحوا بلاغات، ده الناس خايفين على مصالحهم. الفكيده ما زول ما شغال حاجه، عنده حجبات بيبيع على الناس ومحايات وبخرات. وزمان كان الشيخ اللي يكتب البخره وتاني يجي زول تاني يكتب له بخره، لكن هسه بقى في تصوير، والله يجيب مكان التصوير هنا واحده بس، يعمل له 100 نسخه. النسخه بكم؟ النسخه بكم هنا؟ التصوير الصوره بكم؟ 200 جنيه ولا كم؟ ها ها ب 500 مش؟ الشيخ بيبيع لك البخره بكم؟ اقل من 10 جنيه؟ يقول لك طبعا مع الدولار ده ما الشغاله دي ما بتجي. يا زول انت المحايه بتاعتك دي دخلها في الدولار شنو؟ سكن بتاع صايد كسرى ده كمان بيزيد مع الدولار؟ يعني ده هو الساكت، والناس تلقاه مساكين يبيعوا لهم سكن ويشربوا، وناس تجيهم حصاوي وهوس كثير. فدي العقائد الصوفيه الموجوده. والان الجبهجيه دارين يدعموا الناس ديل ودارين يرفعوهم. وده الحمد لله ما بترفعوا، مرمي الله ما بترفع. كل ما الكيزان يحاولوا يرفعوهم يجي واقع، لانه بتقول لك عقائد زي دي ما بصدقها، مخلوق عنده طيوق ما بصدق له عقائد زي دي، عقائد خربانه، عقائد ما قال ابو جهل ولا ابو لهب. زول مشرك ينادي بالسته جهات، يقول لك عين يمين نادي الصالحين، عين شمال نادي الكمال، عين وراء نادي بشرة، عين صعيد نادي عوض الجد، عين فوق نادي اهل الزوق، عين تحت نادي بمسك. وربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن الشيطان، شوف الفائده دي كيف في سوره الاعراف. الشيطان قال ولا آتينهم من بين ايديهم يا قدام ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. ابن عباس قال فما استطاع ان يقول من فوقهم لان الله من فوقهم. ده 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 فوق بنادي شنو؟ بنادي اهل الزوق، فهمت؟ احنا مشينا اشتغلنا والله في جامعه من الجامعات، جانا واحد قال التحيه لابويا الشيخ ابشرى. يا زول ابشرى شنو اللي بده تحيه يا اخي؟ ها تحيه شنو بده على ابشرى؟ ده هوس يا اخواننا، ده هوس. ناس ابشرى وناس وين وناس، والغريبه تلقاه طالب جامعي، الغريبه تلقاه طالب جامعي، امشي لي فكي عشان يكتب له حجاب بتاع قرايه، طالب جامعي، فهمت؟ فده يا اخواننا ده دين باطل، دين الصوفيه دين باطل، دين باطل، دين باطل. افتح بلا فرصه مفتوحه للاسئله او المداخلات او النقاش. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.